كله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في البداية لابد من شكر اللجنة المنظمة والصاهرين على هذه الندوة الحقة التي ننتقل فيها من درس إلى درس ومن حديقة إلى حديقة ومن حقل معرفي إلى آخر. فمنذ البارحة ونحن نتجول، ويعجبني في هذا المقام أن أقتسم معكم كلمة لواحد من أمراء المؤمنين هارون الرشيد، وكانت له جلسات مع القراءة، كان يقدس وقتا خاصا يقرأ. فقال له أحد جلسائه: في هذا الإمبراطورية الإسلامية الممتدة والمشاغل الكثيرة وتجد وقتا للقراءة؟ قال: إني أحب أن أتجول في عقول الرجال، فحينما تفتح كتابا فهذا عقل ينفتح أمامك بتفاصيله وطريقة بنائه وأفكاره وطريقة استدلاله، فتنتقل من هذا إلى ذاك إلى ذاك. وهذه الندوة كانت تجسيدا لهذا التكامل ولهذا اللقاء، من الدرس الأصولي إلى الدرس المنطقي إلى الدرس اللغوي إلى الدرس الفلسفي. وقد أتاح لنا الدكتور طه عبد الرحمن إمكانية هذا التلاقح وهذا التكامل في هذه الندوة. عنوان مداخلتي أتجه إليها رأسا حتى أبرح الوقت هو هذا الإبداع كضرورة، كحق إنساني وضرورة حضارية. وأجدني أتقاطع في النهاية مع ما انتهى إليه أستاذنا حليم، من أن الذي نعيشه اليوم من سداد للأفق ومن غلبة المستكبر ومن ضعف الذات لا بد له من مخرج، في المطاف هو مخارج. ولعل من أهم المخارج كما قال هو هذه العودة إلى كتاب الله عز وجل، ولكن الإشكال هو كيفية هذه العودة. لنقل لتكون هذه العودة عودة مبدعة، عودة تقرأ القرآن قراءة جديدة. أستاذ طه توقف، إذا أردت أن أتتبع يعني هذا المفهوم الذي حركه في كل هذه المجالات التي انتقل فيها وتحدث فيها، نجد الهاجس الذي يحركه هو هاجس الإبداع. كيف نبدع قولا فلسفيا؟ كيف نبدع في مجال الفقه وأصوله؟ كيف نبدع في مجال المنطقيات؟ كيف نبدع في مجال فلسفة اللغة؟ كيف نبدع في مجال الفقه؟ وهكذا. إذن فالهم الذي يحركه هم الإبداع، على اعتبار أن الإبداع هو مدخل من مداخل إمكانية تحقيق النهضة. وأعتقد أن النقاش حول مفهوم الإبداع وسؤال الإبداع يكتسب اليوم طابعا جديا وعميقا بعيدا عن الإثارة والإجترار، وتندرج هذه المحاولة المتواضعة في تلمس علامات الإبداع في الإنتاج الفلسفي المغربي من خلال الفتاح على متن فلسفي ومحاولة قصد العناصر المعرفية الموضوعية التي أنتجت بعض أعلامه والتي أنتجها بعض أعلامه، وأقصد هنا الأستاذ طه عبد الرحمن. رجوعنا إلى طه عبد الرحمن لا بد فيه من رجوع آخر، لأنه هو إذ يؤسس الإبداع يؤسسه على رجوع، وهذا الرجوع هو إلى التراث الفلسفي في شقيه المغربي والمشرقي، يعني التراث الفلسفي القديم، ثم الانفتاح على الإبداع الفلسفي المعاصر. وحينما يعود طه عبد الرحمن إلى المثل الفلسفي في صورته القديمة أو كما أنتجه تاريخ الفلسفة في المغرب أو في المشرق، هذا الرجوع يمكن أن ينتج معضلة، وهي الغربة المزدوجة، غربة عن الحاضر في اللحظة التي يتم فيها الغروب إلى الماضي التاريخ، وغربة أيضا في التاريخ إذا تم فصل هذا المتن الفلسفي عن سياقه الحضاري والاجتماعي والسياسي. ونعتقد أن الوعي بهذه الخطورة ومن ثم إعداد العدة الفكرية والمنهجية اللازمة لقراءة هذا المتن من خلال الرجوع المسلح الواعي سيمكن فقط لا فقط من تلطيف هذه الغربة وتخفيفها، بل أكثر من ذلك يمكن أن يتيح لنا فهم الماضي والقدرة على العودة منه إلى الحاضر بنوع من الاستلهام الذي يفيد الماضي والحاضر معا في لعبة مشوقة بين الذهاب والإياب، ذهاب بمعنى الاستلهام والاستحضار والفهم والتفكيك والإدراك، ورجوع لا بمعنى الانسلاخ والانقطاع بل بمعنى المواكبة والقدرة على مواجهة الواقع بما يكفي من الوعي واليقظة. إن كثيرا من التبريرات التي يتم تقديمها لما يسمى بأزمة الإبداع في الخطاب الفلسفي العربي عموما والمغربي منه على وجه الخصوص يفتقر إلى كثير من الموضوعية، لأنه يظل في الغالب الأعم محكوما بإيديولوجيا الطارح المشكل ومسكونا بهموم الحاضر، كما يسقط في التعليمات المرتسعه والأحكام التي لا سند لها في تاريخ الفلسفة المغربية وفي واقعها ذاته وموقعها في الإنتاج الفلسفي الكوني. ولا نقصد هنا بهذه المداخلة
تلك المقاربة التي تسقط في نوع من النوستالجيا أو الحنين المتشنج للماضي والاعتزاز المجاني بالذات، ولا في المقابل السقوط في نوع من العدمية التي تنتهي إلى تهميش دور الفكر الفلسفي المغربي والعلمي معا، والتي تعج بها القراءات الاستشراقية وحتى لدى كثير مفكري المشرق العربي وفلاسفته. إن القراءة المبدعة المتحررة من ثقل الخلفيات الإيديولوجية أو كما يسميها الدكتور الفكرانية هي التي تمكننا من رصد معالم الإبداع في لحظات الفكر الفلسفي المغربي قديمه ومعاصره، ويمكننا أيضا من فهم أشمل وتواصل أعمق مع الديرانية الداخلية لفكر أجدادنا. وبدون هذا الفهم وبدون هذا التواصل سيبقى تراثنا الثقافي والفلسفي كما كان منذ قرون تراثا ميتا بدون دلالة، فيظل حاملا أو هملا ثقيلا علينا يعيق مسيرتنا في الواقع. هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الفلسفة مجرد ترف فكري وقضايا نظرية مجردة معزولة عن واقع الناس وحاجاتهم، ولعل هذا ما يزيد من غربة الفلسفة ويضيق نطاقها. نحن نعتقد أن الفلسفة هي نتاج حضارتها، بل هي من أهم العوامل التي توجه وتخلق الحضارة. إن فلسفة أي أمة هي الخيط الناظم والخلفية الفكرية الموجهة لشتى علومها ومعارفها وإنتاجاتها التقنية، وهذا ما يتحدث عنه الدكتور من خلال حديثه عن تكامل المعارف. فحين يتم حشر الفلسفة في زاوية معتمة وعزلها عن واقع الفكر والعلم، يغيب التكامل والخيط الناظم للعقل، فتتشتت حباته ونصبح أمام جزر من المعرفة والعلم التي لا رب ينتظمها ولا رؤية توحدها. بل إن الدكتور في المحاضرة الافتتاحية وفي كتبه يتحدث على أنه حتى الدين حين يرتبط بمجرد عبادات وشعائر كممارسات فرضية معزولة، مع أهمية هذا وخطورته، وتغيب فلسفة الدين وروحه كنمط حياة، أو كما تحدث الأستاذ قبل قليل أن الدين هو نظام حياة وأسلوب حياة، حين تغيب هذه الخلفيات الموجهة الدين كموجه للحضارة ومولد للبناء والمعرفة، حين يقع ذلك يفقد الدين أثره الكبير في حياة الناس وواقعهم. أيها السادة الأفاضل، إن قضية الإبداع في القول الفلسفي ترتبط على المستوى الحضاري بلحظات الإشراق والتنوير، لأن الإبداع يتأسس على مدى ثقة الحضارة في نفسها واعتزازها بقدرتها على التفكير، فيصبح الفيلسوف أو العالم هو المجسد الفعلي لهذا الإحساس والمعبر عن روح الحضارة. ومن ثم فإن لحظة الإبداع لا تصبح مجرد لحظة معزولة عن سياقها أو محطة استثنائية ومفاجئة في تاريخ الفكر، بل لها امتدادات حضارية وتعكس واقعا اجتماعيا. لقد قيل عن الفلسفة إنها لا تخرج عن تحديد مجموعة من المفاهيم، وإن تمثل الفكر لأي واحد من الفلاسفة هو أن تفهم المصطلحات والألفاظ، كما أن دراسة المصطلح أو دراسة الأسماء كما يسميها السلطائيون هي بداية التعليم. وقد جعل سقراط من تعريف المفاهيم وتحليلها نقطة البداية في مسعى الفلسفي، وتحدث الفقهاء والعلماء عن أهمية وخطورة المصطلح والدراسات المصطلحية. إن للمفهوم حياة، فهو ينمو ويتغير ويتطور عند الفلاسفة والمفكرين، بل لدى الفيلسوف الواحد قد يمكن أن ترصد تطور المفهوم لديه، كما أن هذه المفاهيم قد تنتقل بالاقتباس من مجال إلى مجال ومن علم إلى علم، ولا تسلم المفاهيم في هذا الانتقال من التكييف والتحوير الذي إذا لم نقف عنده بالنظر والتمييز سيعيق فهمنا لكثير من القضايا. وتزداد أهمية وخطورة العناية بالمفهوم عندما يتعلق الأمر بدراسة الفكر العربي لما تحتاجه هذه الدراسة من مقارنة بين استعمالاتها اليونانية الأصيلة واستعمالاتها العربية القديمة والحديثة. وتجدون أن طه حينما يتحدث عن الإبداع في الدرس المنطقي يستخدم المفهوم ولكن بدلالات وحمولات أخرى في الدرس الأصولي، وحينما ينتقل للمجال الفلسفي يأخذ المفهوم أبعادا أخرى. إذن فهذا الحضور للمفهوم حتى عند الفيلسوف الواحد يأخذ الدلالات بحسب سياقات الاستعمال وبحسب المجالات التي يستخدم فيها. وحتى لا يكون هذا الحديث عن الإبداع حديثا مستهلكا ومقلدا فنقع فيما نحذر منه، فإننا سنسعى إلى تعريف الإبداع عند طه عبد الرحمن لا من خلال القواميس كما جرت العادة، بل سنحاول مساءلة هذا المفهوم واستنطاقه في اتجاه التأسيس
له كما تصوره أو كما تحدث عنه الأستاذ طه عبد الرحمن حفظه الله. وعليه نقول: كيف نجعل من معالجتنا لموضوع الإبداع مبدعا حتى لا نقع في التقليد حيث كنا نروم الإبداع؟ وهل الإبداع هو أن تأتي بقول غير مسبوق وتنسج على غير منوال سابق؟ ما هي حدود الإبداع؟ متى يحق أن نصف مفكرا ما أو إنتاجا فكريا مخصوصا بأنه إبداع؟ هل الإبداع هو التمرد على الجاهز وتكسير القواعد وتجاوز النمطية وعدم الالتزام بأي ضوابط علمية؟ وهل الإبداع هو القطع مع كل ما هو قصير ومنقول؟ أليست إعادة قراءة التراث وتقديمه في صور جديدة صورة من صور الإبداع؟ هل كل جديد إبداع وكل قديم تقليد؟ ألا يمكن اعتبار القراءة النقدية أو حتى القراءة الشارحة للتراث؟ وفي موضوعنا التراث الفلسفي في صورته اليونانية والمشرقية نوعا من الإبداع. يقدم طه عبد الرحمن في كتاباته الحق العربي في الاختلاف، يقدم تعريفا لهذا المفهوم الذي كما قلنا يشكل الخلفية المحددة لكل إنتاجاته. يقول: يفيد لفظ الإبداع لغة معنى إخراج الشيء إلى حيز الوجود أي إحداث الشيء، ويفيد اصطلاحا معاني تختلف باختلاف المجال الثقافي الذي يتعلق به، فيعني أولا في علم الكلام إحداث الشيء على غير مثال سابق في مقابل الاحتذاء فيكون مرادفا لمفهوم الابتكار، ويعني ثانيا في مجال الفلسفة العربية إحداث الشيء من لا شيء في مقابل الاقتباس فيكون مرادفا لمفهوم الاختراع، ويعني ثالثا في مجال الأدب إحداث عمل فني في مقابل الانتحال فيكون مرادفا للإنشاء. هكذا يترادف الإبداع مع مفاهيم الابتكار والاختراع والإنشاء. ونوسع نحن من خلال تتبعنا ورصدنا لمفهوم الإبداع عند طه عبد الرحمن فنقول: إن الإبداع في مجالي الفكر والفلسفة يشمل القراءة والنقد والشرح والمراجعة والتفسير والتحليل. وقد نوسع من هذه الدلالة اللغوية والاصطلاحية للمفهوم، فنسعى إلى تأسيس دلالات خاصة ضمن سياق هذه الدراسة. فنحن نرى أن القراءة النقدية التحليلية هي قدرة إبداعية في جوهرها، إذ أنها تفجر النص من الداخل وتفتح على آفاق جديدة لم تكن حاضرة ومتوقعة حتى عند منشئ النص وصائغه. إن الإبداع من أكثر الأفعال الإنسانية فاعلية تاريخية لكونه يتضمن القدرة على الجمع بين الحصول والإمكان، وأستخدم هنا المفهومين، أي أنه انتقال بين موقعين، موقع الواقع والممكن، ما يقوله النص وما يسكت عنه، ما يصرح به وما يضمره، ما يعبر عنه وما يراهن عليه. فقد يكون هذا الذي يراهن عليه النص أو يتجه نحوه حاضرا في ذهن المؤلف وسكت عنه لظروف السياق أو إكراهاته، وقد لا يكون حاضرا وتعبر عنه طبيعة اللغة الكاملة في النص. وهكذا نصبح أمام إبداع على شكل طبقات أحدها فوق الآخر، فالقول الأول أو المتن الأصلي إبداع، والقراءة المفجرة له إبداع، وقراءة فندخل في هذه، وهنا نخرج إلى مفهوم الإبداع، فنخرج من تاريخ الفلسفة إلى إبداع الفلسفة، ومن الحديث عن الإبداع إلى الإبداع ذاته. الوقت يزحم، أريد أن أنهي هذه المداخلة، وتجدون تفاصيل إن قدر الله أن تنشر، تجدون تفاصيل أخرى عن مفهوم الإبداع لدى طه عبد الرحمن، وعن معيقاته، وعن مجالاته، وعن حديث آخر عن شروط الإبداع بين الأمس واليوم وعوائق الإبداع، كلها تجدونها في هذه المداخلة إن قدر الله أن تنشر هذه الندوة، ونتمنى أن ينجح القائمون في نشرها إن شاء الله. يعني أختم بالقول إن فك الارتباط، هنا باش نتكلم على أن مفهوم الإبداع، يعني الإبداع عنده امتدادات، عنده مجال، وهذا يعلمنا إياه الدرس التاريخي، لأن الرجوع إلى التاريخ وإلى اللحظات المشرقة في حضارات أي أمة تعلمنا أن الإبداع لا يؤتي ثماره ولا يؤدي وظيفته إلا إذا كان هناك تقاطع في مجال المعرفة الإنسانية كلها. فأن يقع الإبداع على المستوى الاقتصادي والسياسي والفكري والعلمي والفقهي، تتقاطع هذه الدوائر لكي تنتج لنا إمكانية الشهود والتغيير الحضاري. ففك الارتباط بين الإنتاج الفكري والفلسفي من جهة وبين البيئة المحيطة والمشروع الحضاري يحكم على ذلك النشاط مهما كانت قوته بأن يظل هامشا ومغتربا فاقدا لكل قيمة، فضلا عن أن يحدث التأثير في الواقع. ونحن لا نقصد هنا أن العطاء الفلسفي الذي أنتجه مجموعة من الفلاسفة والمفكرين على امتداد الزمن المغربي، بل إننا نتحدث عن النسق العام بحيث يصبح المشهد العام يستحضر التجربة الفلسفية، بل ويستدعيها ويحتفي بها. ومن جهة الفيلسوف والمفكر نكون أمام مناخ عام يفرض فيه العقل والفكر والفلسفة نفسها كمساهم لا غنى عنه في إنتاج الواقع والتحكم في تحولاته.
إن عدم ربط قضية الإبداع ببعديها التاريخي والحضاري ينتج عنه نظر إلى الفلسفة وكأنها بعيدة عن انشغالات زمانها، وهذا يفقد تاريخ الفلسفة بعده وعمقه التاريخي، فيصبح تاريخ الفلسفة بلا تاريخ، وتصبح قضايا الأمة بلا طعم ولا لون، وكأنها مجرد فتلكات لغوية بعيدة عن عموم الناس. لذلك لابد من هذا التقاطع في قضايا الإبداع حتى يؤدي دوره في إمكانية تحقيق الشهود الحضاري. استسمح إن كنت قد تجاوزت الوقت المسموح به، وأشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.